وصلنا لختام محطاتنا رشا، ورح نكون مع الحديث عن إسهامات البرمجة وريادة الأعمال في نمو الاقتصاد وأثرها الإيجابي على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لأن عملية البرمجة وريادة الأعمال لا تعمل فقط على الدفع بالاقتصاد الوطني، وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها طوق النجاة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في استخدام تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في بناء دول متقدمة في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا يكون معنا في صباحنا غير لليوم الدكتور المهندس طارق الصاتي، وهو اختصاص بالمعلوماتية. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. نحن نحكي عن عالم واسع، عالم مليء بفرص العمل للشباب، وعم يخلي نسبة البطالة كتير قليلة إذا توفرت الكوادر اللازمة. خلينا بداية نعرف أو نحكي بشكل عام، كيف اليوم وضع سوق البرمجيات، صناعة البرمجيات؟ هلا بالحقيقة يعني بهالظروف اللي عم تمر فيها البلد للأسف، يعني تراجعت شوي صناعة البرمجيات. يعني نحن قبل الأحداث كان عندنا مشاريع كبيرة، كان على المستوى الحكومي ولا على المستوى القطاع الخاص، هي المشاريع كانت هي بحد ذاتها تدعم صناعة البرمجيات وتدعم الشركات اللي بتشتغل بهذا المجال. هلا بسبب يعني تراجع هالمشاريع تم استبدالها خلينا نقول اليوم السوق السورية بصناعة البرمجيات مطلوبة من خارج البلد، يعني صار في سوق خارجي، صار في انفتاح على صناعة البرمجيات. السبب الأساسي انه تحول يعني خلينا نقول الصناعة للسوق الخارجي هي خلينا نقول كلفة صناعة البرمجيات بالبلد، الرواتب بشكل عام هي اقل من دول الخارجية، فهذا السبب اللي خلى توجه كثير كبير من الشركات الخارجية انه يعني حتى اليوم في توظيف لشباب هن جوا البلد مع شركات عالمية وخارجية، وخاصة الشاب السوري يعني هو شاب مطلوب لأنه بيتمتع بالذكاء مختلف مثلا خلينا نقول عن الهندي. الهندي صحيح شغيل كثير بس ما يعني ما بيوصل الهند أشهر الدول بالبرمجيات. هلا الهند صحيح لأنه هن جماعة شغيلة، يعني أنا اشتغلت مع هنود بتلاقي الهندي بيشتغل احيانا 20 ساعه بالنهار، ما بيكل ولا بيمل، لا بده يخلقه ولا بيمل. نحن عندنا الشاب السوري شوي هيك ممكن يكون يعني ملول بس بيتمتع بالذكاء، هو الذكاء احيانا الذكاء الكثير كبير ممكن انه يعطي شوي هيك انه بصير يعني يعني بيكون ملول شوي. فبالتالي يعني نحن وقت نحكي عن صناعه البرمجيات بالبلد اليوم في انفتاح للعالمي، صحيح المشاريع الداخلية شوي خفت، حتى الشركات إن كان بالقطاع الخاص ولا القطاع الحكومي يعني بجوز ما تتحمل كلفة صناعة البرمجيات مثل قبل. يعني وقت نحكي كنا نحكي كانت أي شركة يلا بدي أعمل موقع على الإنترنت، بدي أعرض منتجاتي، بدي ساوي، بدي أعمل. هلا بالمقابل اليوم في تطبيقات، كنا عم نحكي عن ريادة الأعمال، اليوم في تطبيقات طلعت بالبلد، هي التطبيقات عم تاخذ اسم كثير كبير، عم تنتشر حتى بالوطن العربي، فهي يعني بادرة خير انه هي التطبيقات اللي عم نشوفها خلينا نقول التنظيم اللي قامت فيه الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للتطبيقات واختباراتها والاختبارات الأمنية، يعني كمان هذا بوادر خير بنعتبرها لموضوع صناعة البرمجيات بالبلد إن شاء الله. طيب دكتور خلينا نحكي شوي، اليوم مثل ما قلنا الشباب هو الأساس أو عصب موضوع ريادة الأعمال والبرمجيات. اليوم حضرتك دكتور أيضا بالجامعة، خلينا نحكي قديه صار في عنا تطوير لهذا المفهوم وعمل عليه بطريقة اختصاصية وأكاديمية. هلا خلينا نقول أول شيء على مستوى يعني كمستوى شباب، خلينا نقول كمستوى اختصاص معلوماتي. يعني نحن أول ما بلشت يعني كتعليم جامعي المعلوماتية، انا بال99 فتت على كليه هندسه الحواسيب بجامعه دمشق، كان الاختصاص ما كثير معروف، ما كان كثير يعني مقارنه بغير دول عندها تماماً اختصاصات متعدده. هلا اليوم التوجه كثير كبير على المعلوماتيه، يعني حتى بمفاضله الجامعات بنلاقي المعلوماتيه صارت عم تقارب الطب وعم تقارب الصيدله وعم تقارب هالاختصاصات، فالطلب كبير كثير عليها. ليش؟ لانه عالميا صار في طلب كبير على المعلوماتية. اليوم الجامعات كان جامعات حكومية ولا جامعات خاصة عم تعمل تدريب وتدريب كتير عالي، عم نشوف مشاريع وفي مشاريع كتير من طلابنا يمكن قابلتوهم هون كان عندهم يعني أفكار كتير حلوة وعندهم شغل كتير حلو،
ففي دعم كبير لهذا الموضوع تعليميا. بس انا يعني في مشكله انه نحن الشباب اللي عم يتخرجوا، خليني اقول في شباب اللي عم يتخرجوا وفي الكوادر المدربه واللي كانت موجوده بالبلد، عم يصير نزيف لهالكوادر ان كان على مستوى الشباب. يعني الشباب عم يتخرج عم تجي فرصه من خارج البلد، عم تكون الفرصه كثير كبيره، فعم ينسحب. هذا عم يساوي نزيف بسوق البرمجيات. يعني اليوم شركات البرمجيات بالبلد عم تعاني من قصه انه ما في اختصاصات، ما في اختصاصات، يعني ما في خبرات. يعني اللي عم يصير معه خبره سنه سنتين، حتى على مستوى اصدقائنا بتلاقي حكيت معه شركه خارجيه قدمت له عرض بعشر اضعاف اللي عم ياخده، فيا بيشتغل معهم هون، هو بيضل جوا البلد وبيشتغل معهم، يا اما ممكن انه يسافر. فهذا الشيء عم يسبب نزيف وعم يسبب مشكله كبيره للشركات البرمجه. فدائما يعني شركه البرمجه نحن كعمل برمجي من ما له مثل باقي الاعمال، يعني هو عمل فكري ممكن احيانا لحتى تحسني تستبدلي مبرمج او مهندس بمهندس ثاني، العمليه بتاخذ شهر لشهرين لثلاث شهور لحتى يحسن يفوت على الشغل تبعه ويحسن يفهم شو كان عم يشتغل. بتلاقي بعد ما وصل لمرحله بعد ست شهور والله انا اجتني فرصه عمل طلع. طيب شو الحلول هون دكتور؟ يعني هي الطاقات الحلوه المدربين واللي عم تشتغل شغل حلو وعم تجيها فرص، هن حقهم اليوم اي حدا فينا يبحث عن حياه ثانيه يعني بعيدا عن هذا الوضع، ولكن في حلول بسوق البرمجيات او لا؟ هلا طبعا ماديه، هلا حلولنا ماديه اكيد ما هلا في حلول، بس يعني الحلول خليني اقول شغله، مثلا مثل الامارات راحت منحت اقامه ذهبيه لكل شخص بيشتغل بالمعلومات، اعطتهم تسهيلات كثير كبيره، عم تستقطب هالشباب. هلا انا باكثر من لقاء ذكرت انه نحن يفترض انه نحن نحافظ على هالثروه، لانه اليوم عن جد الشباب المدرب والكوادر المدربه هن ثروه كثير كبيره للبلد. في شباب عم تطلع بشركات ناشئه، طب هدول انا شلون فيني ادعمهم؟ يعني بعمل لهم تسهيلات بقصص مثلا السجلات التجاريه، ومشكور وزير التجاره قدموا تسهيلات نوعا ما بهذا الموضوع، انه فيه يعمل سجل تجاري هو وقاعد ببيته عم يشتغل على سبيل المثال. ممكن اني ادعمهم، ممكن اني روح مثلا ساوي مسرعات اعمال، حاضنات اعمال، بحيث انه اللي عنده فكره بمجال رياده الاعمال مين يضمن له اياها، مين يساعده فيها. النقطه الثانيه انه نحن نحافظ على هالشباب بحيث انه ما بعرف يعني يكون في طريقه للدعم اكبر. أكيد. مثلا اللي عم يشتغل مع برا البلد، اخي تعال خليك عم تشتغل مع برا البلد، ممكن اني اقدم لك تسهيلات مصرفيه لعمليات الحوالات اللي عم والرواتب اللي عم تصير من برا البلد. ممكن انه يكون ما بعرف اذا فينا نحافظ عليهم بطريقه او باخرى اكيد يمكن مثل ما حكيت حضرتك، يمكن الظروف ايضا كمان هلا بتحكم وبتاثر بشكل عام، وهذا القطاع من القطاعات اللي تاثرت بتداعيات الحرب اللي مستمره ما زالت علينا. مؤخرا كان في يعني انا في نقطه مثلا مثل اليوم بالعسكريه الاطباء صار بيخدموا وبيطلعوا، ففينا نحن نعطي هالميزه خلينا نقول للمعلوماتيه كمان نحافظ عليهم، يعني روح خدوم سنه او سنه ونص، خدوم الجيش، خدوم الوطن، وخليك بالبلد. يعني ممكن انه نحن هذا يكون بادره مثلا لشباب تخفف شوي لشباب المعلوماتيه، كمان هي فكره ممكن انه نحن من خلالها ندعم الشباب ونحافظ عليهم بالبلد. اكيد بتمنى وصلت فكرتك للمعنيين اذا حدا عم يتفرج. خلينا نحكي اليوم، اطلقت الجمعيه المعلوماتيه السوريه مؤخرا منتدى شركات البرمجه، اهميه هي المنتديات وقد ايه يمكن بتكون صله وصل بين الشركات، ممكن تطرح ضمن بعض الحلول وبعض الافكار لحتى تطور عمل هي الشركات على ارض الواقع. هلا المنتدى نحن كنا مشاركين فيه، الهدف منه بشكل اساسي يعني هو هالتواصل بين الشركات. يعني انا رحت على المنتدى واجتمعت، صدقيني في كثير شركات انا ما بعرفهم، ما بعرف شو بيشتغلوا، ما بعرف شو بيعملوا. طب انا عندي شركه برمجه والثاني عنده شركه برمجه، تعرفتوا على بعض يعني اكثر؟ هي اول فرصه انه نحن نتعرف على بعض. هلا ممكن كل شركه بتقدم خدمات باتجاه معين، حاليا ممكن انه نحن بالتحول الرقمي اللي طرحته الحكومه يكون في مشاريع كبيره، وهذا الشيء اللي انحكى. هذا المشروع الكبير ممكن ما تحمله شركه لحالها، ممكن يصير في تحالفات،
يعني أنا وقت بحسن أعرف مين اللي موجودين بهذا المجال إجاني مشروع كبير يعني. ممكن يصير في تحالفات وهي النقطة انطرحت يعني بالمنتدى. فأنا في مشروع كبير ممكن يكون ثلاث شركات تتعاون عليه لحتى تحسن إنه تنفذه، أفضل ما تجي شركة خارجية وهي تنفذ هذا المشروع. صحيح. اثنين يعني ممكن المنافسة إجمالاً المنافسة بتحسن جودة المنتج. يعني نحن اليوم الهدف إنه المنتج اللي عم يطلع المحلي كصناعة برمجيات إنه نحن يوصل للجودة العالمية. يعني نحن منروح نشوف برمجيات عالمية، خلينا نقول مثلاً في عنا مثال كتير كبير بالإي آر بي سيستم أو نظم إدارة المؤسسات الكبيرة. اليوم في منتجات عالمية تنباع بمبالغ خيالية لدول الخليج ودول العالم. طيب نحن شلون فينا نحسن ننافس هذا المنتج؟ نحسن ننافس هذا المنتج من خلال الكواليتي. طيب كيف المنتج ممكن يرفع الكواليتي؟ مثل ما قلت لك انه المنافسة ممكن تكون المنافسة الصحيحة. تمام، ممكن تكون يعني انا وقت بشوف منتج من شركة تانية بطلع عليه بشوف منتج بلاقي انه قاصر، ممكن الشركة الثانية تلاقي انه لا انا يعني في شيء بمنتجي مو موجود، ممكن نعمل تحالف ندمج المنتجين بمنتج واحد تطلع الكواليتي. فهو الهدف الاساسي بالمنتدى هو التعارف بين الشركات، طرح مشاكلنا، مشاكل الشركات. ممكن هذا الطرح يتم من خلال لانه هو المنتدى تحت مظلة الجمعية العلمية السورية المعلوماتية، فممكن الطرح عن طريق الجمعية نحسن نوصله للمعنيين كيف نحن ممكن ندعم قطاع صناعة البرمجيات. فحاليا المنتدى بطور التأسيس، ب 22 شهر في اجتماع لانتخاب إدارة المنتدى، وإدارة المنتدى رح تكون من شركات البرمجة نفسها، يعني شركات البرمجة أو شخصيات عم تمثل الشركات هي لح ترشح نفسها لحتى تكون بإدارة هذا المنتدى، وفي انتخاب لإدارة المنتدى. الهدف من إدارة المنتدى هو وضع ال خلينا نقول المساهمة بتطوير هاي الصناعة، نشوف مشاكل الشركات شلون ممكن إنه نحن يتم الدعم الحكومي لهالشركات. إن شاء الله هيك، بتمنى لكم كل الخير. خلينا نحكي عن فرع إدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة، هذا الفرع الاختصاص اللي كتير جميل وكتير معقد نفس الوقت، بتحس أنه بده حدا كتير يعني قدي عم يقدر يساهم بمجال صناعة البرمجيات، إن كان بأفكارهم كان بمشاريعهم الصغيرة. وهل نحن عنا يعني ذكرت حضرتك أنه نحن كان في إنا استضافات وكان في مشاريع كتير مهمة، يعني بجامعة الهمك غطيناها مرة، كان في شيء مميز يعني حرام ما ينشغل عليهم، بحاجة لدعم مادي كان بوقتها، ما بنعرف إذا اليوم أطلقوا هذا المشروع أو لا. اليوم كيف عم يصير الربط بين إدارة المشاريع المتوسطة وصناعة البرمجيات؟ هلأ نحن عنا اختصاص بصناعة البرمجيات اسمه هندسة البرمجيات، اللي هو يعتبر يعني يقابل علم الإدارة بالاختصاصات الأخرى. هندسة البرمجيات تعنى بالمراحل اللي بمر فيها المنتج لحتى نوصله لجودة معينة وكواليتي معينة. هذا العلم يعني اليوم أنا بحكي شوي بالسوق البرمجيات إنه نحنا يعني هذا ما كتير نحنا يعني واضح حتى بالجامعات بيتعلم هيك، على مع إنه هو أهم يعني أهم اختصاص بمجالنا. ليش؟ لأنه هو فعلا من خلاله أنا بحسن أعمل إدارة وتحكم بعملية تصنيع المنتج، وهذا يفترض إنه نحنا يصير له يعني تركيز كبير حتى على مستوى الجامعات لأهميته بأنه نحن نوصل لمنتج يكون هذا المنتج بجودة عالية، يكون قادرين ننافس فيه منتجات عالمية ويوصل للمرحلة الصح. ففي مثلا يعني نحن عنا كإدارة مشاريع موجودة إدارة المشاريع ومنعلمها للطلاب، في عنا شيء اسمه تحليل وتصميم الأنظمة، هذا الاختصاص كتير مهم كرمال انه نحن نحسن نعمل تحليل صح للمشروع البرمجي، نحسن نتابعه بكل المراحل، ما يصير في فشل بالمشروع البرمجي والبرمجيه بالاول والاخير. فاداره صناعه البرمجيات هي اكيد يفترض التركيز عليها، وممكن من خلال دورات تقام للشركات
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة راحت بهذا الاتجاه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعملت دورات بمجال شيء اسمه CMMI اللي هي Capability Maturity Model، لهذا خاص بصناعة البرمجيات اللي هي بتقيس قديش هي الشركة مؤهلة لصناعة البرمجيات، وقاموا بعدة دورات بهذا الموضوع للشركات كرمال أنه تحسن الشركات ترفع المستوى الإدارة لحتى يطلع المنتج الأخير تكون الكواليتي تبعه أو الجودة تبعه عالية. دكتور طارق، قبل ما نختم حديثنا اليوم، موضوعنا الأساسي كنا عم نقول كيف ممكن البرمجية تدعم الاقتصاد، عنوان كتير كبير. يمكن حضرتك حكيت هيك شوية حلول تم أو بدأ العمل عليها من خلال دعم مشروع طبعا الحكومة الإلكترونية، من خلال أكثر من طريقة، ومؤخرا شفنا عدد من الشركات اللي بلشت تعمل تطبيقات صحيح. وتطرحها بالأسواق، وفي منا بعض شارك أيضا بإكسبو بدبي. خلينا نحكي برأيك اليوم، شو هي الطريقة اللي ما زالت البرمجة رغم كل الظروف اللي موجودة فيها بلدنا قادرة أنها تدعم الاقتصاد؟ الحقيقة أنا بسميه صناعة البرمجيات بهذا الزمن الكنز المفقود. يعني اليوم بدول كاملة قائمة اقتصادياتها على البرمجيات. في اليوم شركات ميزانيتها تعادل ميزانية الدول. فنحن هذا الموضوع موضوع أنه كيف ممكن تدعم. ممكن نحن بوجود الشباب الكوادر المدربة المؤهلة نحافظ عليها. عندنا فرصة كتير كبيرة أنه نحسن نجيب قطع أجنبي للبلد. هذا القطع الأجنبي إن كان من خلال الفرص اللي حكيت عنها أنه في شباب كتير عم تتوظف لبرا البلد، من خلال البرمجيات اللي عم تتنفذ بشكل صحيح، ممكن حتى هي تنباع لبرا البلد وكمان تكون في إلى عائد للبلد. فاليوم نحن عم نحكي عن كنز كتير كبير. يعني اليوم كنا نقول النفط، اليوم التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا صارت يعني بسوق الأسهم هم أعلى من شركات النفط والشركات الثانية. فاليوم نحن إذا حسننا نوصل، يعني أنا بحلم هيك، يعني يكون عندنا مدن ذكية مثل المدن الذكية بكتير دول. هاي المدن الذكية ممكن إنه نستقطب هالشباب، ممكن يصير في تدريب حضانة، تسريع للأفكار تبعهم للمشاريع تبعهم، يصير في منتج قادر ينافس على المستوى العالمي، نحسن نبيع هذا المنتج ونحسن يكون في دخل بيدعم الاقتصاد الوطني. فأنا يعني بتمنى أنه نحن يعني هذا الموضوع يندعم بشكل كتير كبير، لأنه كتير مهم وكتير بيأثر، يعني له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي. إن شاء الله أمنياتك دكتور تتحقق، لأنه اليوم أي شيء إيجابي عم يكون تأثيره على الجميع وعلى كافة المستويات. نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم سلمى. إحنا خلص وقت صباحنا.